والله ما فيها خسارة. لا ممكن يكون ربحها قليل شوي. أيوة يعني عليك المربح قليل أما الخسارة ضعيفة جدا. السلام عليكم، رح يكون اليوم حديثنا عن محصول من المحاصيل المهمة. شفنا بالفترة الأخيرة زادت المساحات المزروعة فيه، يعني صرنا نشوف أراضي 100 دولم و150 دولم كشقفة وحدة. خليكم معنا لنتعرف على تفاصيل الفول السوداني وسبب زراعته وكيف تصريف المنتج تبعه. بالنسبة للأرض قلت لك عندي هون ضمنها أنت ضمان؟ نعم. قديش استأجرت الدنم؟ أخذت الدلم 275 دولار مزروع. ما شاء الله مزروع؟ مزروع 275. والمي على صاحب الأرض كويس، علي السماد. أيوة. والرش المبيدات كويس. إي نعم. شو الإنتاج هالسنة؟ والله الإنتاج في تفاوت من أرض لأرض حسب يعني الخصوبة. هلا أنا شفت هون، شفت أيوة. هون في أراضي متوسطة كان 500 كيلو 600 كيلو 400 كيلو للدنم. في من 600 500 في ب 350. أيوة. يعني عم ينتج الدلم 350، ولكن عند اللي بيكون في مخدوم زياده. ايوه. وفلاحه كويسه ومعطي سماد تمام، الانتاج عم يوصل ال 600 واحسن. ما شاء الله. اي نعم. هلا هون استني ايش قد الاسعار؟ انباع باول الموسم طبعا بعفشوا لسه، يعني مو بدمه مثل ما بيقولوا. ايوه. أيوة. دمه. ايوه. 960 دولار. كويس. باعت شروي تاني ب 1200 دولار. ما شاء الله. ايه. يعني هالسنة نحن خلينا نقول هاي الزراعة. نعم. يعني في زراعة عم تخسر مع المزارع. هون هاي الزراعة اللي شفته أنا إنه ما فيها خسارة. والله ما فيها خسارة. لا. ممكن يكون ربحها قليل شوي. أيوة. يعني عليك المربح قليل أما الخسارة ضعيفة جدا. هلا بالنسبة لهيك محاصيل، يعني لو نحن في عنا مثلا معامل تشتغل فيها، يعني هلا في عندك اللي عم بتروح أكثر شيء للمحامص. نعم. ولطحينة. أكيد. المشكلة إنه ما في عنا يعني معامل تانية مثلا مثل زبدة الفول السوداني أو غيرها. هديك اللي كان في أفضل إنتاج. نعم. هاي الشاي جاهز، تفضل أمرك. تحتاج إلى. أيوة. تحتاج إلى أرض زراعية أكثر، مساحات أكبر. هاي. نعم. المعامل تماما تحتاج لمساحات اكبر من هيك. هلا هون شفت انا والله المساحه، يعني السنه الماضيه كان اقل. اقل هي السنه اكثر، وسنه اللي بعدها لسه بيكون يكون اكثر واكثر. اكثر تماما. بس احنا يعني ك ناس. أيوة. نازحين وبتضمن ضمان، يعني ما فيها خساره ولكن مرابحها ضعيفه جدا. هل هون في أمر الدعم لما عم بيكون مثلا عم يقدم الدعم هو بيتقدم لصاحب الارض ببعض الاحيان؟ طيب انا كمستاجر، انت لما عم بيقدم لصاحب الارض بتاخده انت؟ لا، عم ياخذوا صاحب الارض. وهذا الامر لازم يتم متابعته. يعني انا لو ضمنان مثلا 10 هكتارات وبدي بدور حنطه. أيوة. قمح، صاحب الارض اللي بياخذ القمح من الوحدات الارشاديه والمبيدات الرش. وانت بتشتريها مشترى؟ وانا بدي اشتريها مشترى. هيك ما بيصير. هذا اللي الا اذا اعطاك اياها ببلاش للارض، يعني مغلوبين دائما. اذا اعطاك اياها ببلاش امورك تمام. لا، بابي ببلاش. ابدا. ب 100 دولار الدلم. نعم. غير مزروع. فلاحة. نعم. بعد ما نشيل هذا الدلم 100 دولار. حسنا، الله يبارك لكم يا. نعم. رب، وإن شاء الله تكون. وكار الزراعة كارنا، ما بنقدر لحنا بلا ما نشتغل في الأرض. نعم. هذا الشيء الوحيد اللي ما بنقدر نعوفه نهائيا، أنه نمشي على هذا التراب. نعم. هذا التراب الكويس اللي ليك بترشه على رغيف الخبز بيتاكل. نعم. الله محيي صمودك. أهلا. حي الله بالعام. حياك. الله يا رب. سبحان الله، هذا النبات بالتحديد بنشوف انه الثمار اللي له، طبعا الحوامل الملتصقه فيها اللي بنشوفها نحن هون،
هي اذا الزهره ما لامست سطح التربه فما رح يصير في عنا ثمار. كل النباتات بنشوف انه لازم يكون في لها تلقيح بالنسبه للنحل او غيرها، الا هذا النبات المفروض انه الزهره اللي لها تتدلى من النبات لتلامس التربه وتنغرس بالتربه لحتى يكون في عنا اثمار. طبعا لذلك انه الفول السوداني بفضل الاراضي الهشه، الاراضي بتكونها جيده الصرف، اما الاراضي الكتيمه بتكونها مثلا الحمراء او الشديده، فهذا الامر ما رح يكون في عنا اي اثمار ورح نتعذب كثير بقلع هذه الثمار. سبحان الله، يعني كل نبات من النباتات الموجوده له ميزه مختلفه عن النبات الثاني. ميزته مثل ما ذكرنا بتتراوح لل 15 سنتي. اذا كان الفرق بين مثلا الزهره والتربه حوالي السنتي الواحد فنحن ما رح نشوف ابدا ثمار، من الضروري انه تلامس التربه. لذلك نشوف كل فتره انه المزارعين بيردوا التراب على هذا النبات لحتى يكمروا النبات بشكل كامل بالتربه. هلا بالنسبة للصنف المزروع والأصناف المزروعة عندكم بالأرض هي إيش؟ فستق العبيد، فستق بلدي. أيوة، إنتاج محلي، والبدار حتى بلدي كمان محلي. يعني البدار كانت عندك وزرعتها أنت؟ تماماً. هلا نحن بنعرف إنه الفستق في عنا له ثلاث أنواع، القائم والمفترش والنصف مفترش. اللي عندك هون يمكن هو أو شفته هو النصف مفترش. نعم تماماً. ما شاء الله، هلا الإنتاجية خلينا نقول وسطياً قديش عندك هلا؟ يعني وسطيا من 450 حتى 500. حتى 500. هلا بالنسبه لمراحل الفستق، نحن شفنا ان اول شغله بيكون في عنا القلع من الاراضي اللي بتكونها هشه او راخوه بينقلع منها. في قسم الثاني بتكون شوي اقصى فبيتم استخدام التراكتور. هلا عندك هون لو حكينا بالمراحل بدايه بعد القلع، المرحله الثانيه هي ايش؟ هي التنشيف والنشر. تنشيف والنشر حتى نشيل الخضار منه ونشيل الاتربه منه. طيب هون ما بيكون في غربله له ولا بدون غربله؟ هلا ما بيكون في غربله، هلا نشر. ايوه نشر هلا، وبحيث انه ننقي الخضار منه مشان ما ناذي لون الحب، نضل محافظين على اللون الاصفر. تماما. وبعد منه؟ بعد منه بنرجع بقى من غرب له هون. ايوه وبنعبيه بشوالات وبناخذه على المستودعات وبنفرز منه، بنسحب القرن الخشن. هلا هون شفت انا انه نحن في عنا نوعين ثلاثه، هلا القسم الاكبر هون عم بيروح اما للمحامص والقسم الثاني عم بيروح للطحين يمكن. لا لا، على كله هون على الاغلب هون كله هلا بالنسبه. أيوة. لك بضاعه بتروح للمحامص. تماما. مثل الصغير انا بحكي، الصغير بنبعتها على التكسير. أيوة. ناخذ قلب، هي فيها قلب بس على التحميص. ايوه، فهي ما بتاخذ حراره مثل هاي الكبيره، ما بتاخذ مثل الصغيره، فوحده بتنحرق. ايوه، وحده ما بتستوى. ايوه، فنحن منخاوي بنفرزه منخاوي الحبي الحبي، فمشان يطلع عنا بالتحميص لونه حلو شكله حلو ياخذ لون واحد. تمام، يكون مستوي بروح وحده. هلا المنتج في العموم هون عم يتصرف في اشكاليه على اسعاره ولا كيف؟ والله هلا كل سنه المشكله عم توقع الناس بمشكله السعر بالنسبه، لان اللي عم يدخل المستورد هو يعني بيلعب دور كبير بالنسبه لسعر الفستق البلدي. يعني لازم يكون من هالناحيه في حمايه للمنتج المحلي. المحلي يعني مثلا انه عم يجي المستورد بيجي رخيص، او مثلا بيصير كميات كبيره هون واجى المستورد رخيص فبده يكسر السوق البضاعه المحليه. نعم. هلا انا من الشيء اللي شفته انه هلا حاليا في عنا فقط للاستخدام له اما للمحامص او طبعا المكسرات بشكل عام، او القسم الثاني عم بيصنعوا منه الطحينه. يعني حتى انواع ثانيه مثل الزبده او غيرها ما في. يعني وحتى بيروح منه عندك في نحن بنسميها يعني بالمسمى العام هون عندنا اللي هي الحبه النامي. ايوه، بنبعتها لوين؟ بياخذوها جماعه الراحه. ايوه، فبيستخدموها او جماعه الكريك مثلا، الشغلات الملبسه بيحطوا فيها فستق. تماما. الحبه بتروح يعني هلا المنتج المحلي عندنا هون خلينا نقول بيغطي احتياج السوق. بيغطي احتياج السوق، وحتى هلا مثلا بالوقت الحالي في كمان طريق على العراق بتطلع البضاعه على العراق. ايوه، كمان تصدير منه. تماما. بس المشكله انه نحن من يعني اللي بنفضله انه يكون في حمايه لهالصنفات او لباقي الاصناف والزراعيه اللي عندنا بالمنطقه. تمام، الله يعطيك العافيه. هلا انا شايف هون في تراكتورين صغير وكبير، ايش الفرق بين الاثنين للاستخدام؟ هلا بالبدايه وقت اللي جينا نستخدم التراكتور الكبير هو اسرع طبعا. ايوه، بس المشكله صار انه التراكتور الكبير كانت الارض رطبه خاصه بعد المنخفض اللي اجى. نعم، صار يفعس الرزق بالارض، فاحتجنا انه نستخدم الصغير بنصير منطالع الشتلي مثل ما هي بنقلبها. ايوه، فهيك بنحافظ على الرزق انه ما نفعس وما نخسر شيء من المحصول. لهيك بنستخدم الصغير. بنستخدم. هلا المزارعين كلياتها بتستنى موسم الامطار، الا يمكن اذا هلا نزلت مطر هو الضرر عليكم. بالضبط. تماما، لا بما تخصوا مرحله التنشيف والقلع. بالضبط. تماما. هلا هون هدول الخطوط اللي شايفينها هي مشان عمليات التقليب او التنشيف، ما هيك؟ بالضبط، نعم، لازم كل ساعتين نعمل له تحريك.
ايوه بنحركوا مثلا على الغرب والشرق وعلى اليمين والشمال. ما شاء الله شايف المساحه كثير كبيره. هلا الارض اللي زارها انت قديش مساحتها؟ 50 دولار. ما شاء الله تبارك الرحمن. قديش المده اللي عم تضلوا فيها او قديش صار لكم فيها من القلع لا وقت ما تخلص؟ هلا حاليا صار لنا اسبوع تقريبا. ايوه مرحله القلع. نعم. وهلا شبه ضل عنا طلقيط يعني، وعنا نفلح الارض حب الوقعان تحت او اللي تحت الارض مو مبين مشان تلموا مره ثانيه، نرجع نلقطوا مره ثانيه. ما شاء الله في عندك ايدي عامله كثيره، هي مستمره معك يعني خلينا نقول خلال 10 ايام؟ هي مستمره ان شاء الله واكثر كمان. واكثر ما شاء الله 15 يوم. الله يرزقكم يا رب. هلا شغلون عندكم انت قلت لي عم بيكون ورش او كل مين كل مجموعه؟ كل مجموعه لحال. ايوه هون انتم هلا عم تقلعوا وبتاخذوا؟ نقلعوا هو بيقلع لنا بشل بالقلعه. ايوه واحنا نشدوا ونطبوا وناخذ ورق. ايوه والرزق والحب يعني هون ما بتدفعوا له انتم حق الورق هذا؟ لا ما ندفع لا بداله بشغلنا بشغلكم بتاخذوا. أيوة الورق بشغلنا. طبعا هذا بيتاخذ للغنم. الغنم شلون شفت الغنم عم ياكلوا على السوا؟ كويس الغنم كويس عليه كويس كويسه جدا ما شاء الله. في اضرار يعني للحليب يعني افضل طعام هذا قريب الغنم افضل طعام. هلا هيك اذا انت مثلا اشتريت اعلاف مو افضل عليك الا لا؟ لا هذا افضل. هذا افضل ايه. ايوه وارخص. وارخص يعني عم نشتغل بتعبنا. تماما ايه بتعبنا عم نتعب فيه ونجيب نحط الغنم. ايوه واخضر يعني هذا الحكي ايه في بروتين في فيعني هذا إيه. افضل لكم بكثير. هذا افضل بكثير ايه. قديش بتضلوا بتشتغلوا انتم؟ والله موسم الفستق يعني تقريبا شيء شهر 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 ايه تقريبا. طيب هلا بس بعد ما يباس رح يفقد شوي من خواصه بالنسبه للاخضر؟ هلا الزلمه هذا خلص. ايوه بدنا نبلش عند غيره طبعا. تمام يعني إيه. عندكم شكل مستمر إيه. للغنم اللي إيه. عندكم إيه. عندنا تقريبا زبونات يعني لعنا. ايوه ايوه كل زبون يخبرنا على التليفون انه بده يغلى اليوم. كويس إيه. معناته هذا لصالح صاحب الارض؟ اكيد صاحب الارض يعني ما بيحط اجار وهيك هيك بدل ما يبيع. ما بيحط اجار لا. والله انا شفت هون جماعه بيشتغلوا فعم بيجوا ضمانه عم بياخذوا الدنم ب 30 دولار. ب 30 دولار ايه. طيب انا هو اذا بدنا نحسبها ارخص؟ لا طبعا احنا يعني احسن لنا يعني احنا بنشتغل بايدينا احسن ما نحط دولار. ايوه ايوه يا اخي بكون شغلت بتعبك. تعبي يعوض من الله التعب يا اخي. الله يرزقكم يا رب. الله يعطيك العافيه. الله يطول عمرك. هاي حلقتنا كانت لليوم للحديث عن هذا المحصول اللي مثل ما قلنا هو مهم، ولكن في العموم لما شفنا اي حلقه بنصور فيها فدائما وابدا بنقول انه لازم نسلط الضوء على اوجاع المزارع. عم بيكون عنده ربح ببعض الاحيان ولكن لما ما بنكون سند له رح يكون في امر خسارات. بنلاقيكم بحلقات ثانيه. السلام عليكم.